وغادي يطعن سيدنا عمر. تخيلوا تسعود ديال الطعنات. الصلاة كانت هاجز هؤلاء الكبار. ومرة أخرى أغمي عليه، قال لي يا عمر إنك ميت فأوصي، دعني أمرغ وجهي ولحيتي في التراب، دعني لعل الله يراني في هذه الساعة فيرحمني. يقول عثمان والله كنت من آخر من وقف عند عمر قبل موته، وإني رأيته. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. حلقه الليله حلقه رائعه غادي نشاركها معكم بكل حب، واللي غادي نتكلم لكم فيها عن عمر بن الخطاب اللي هو ثاني الخلفاء الراشدين واول من لقب امير المؤمنين. خليني نشارك معكم واحد النبذه جد جد قصيره عليه باش ندخلوا مباشره في حلقتنا الليله. سيدنا عمر بن الخطاب الام ديالو هي حنتمه بنت هشام المخزوميه، واللي كنظن بلي انه بزاف منكم ما عارفش هي اخت ابو جهل. سيدنا عمر غادي يتولد وغادي يكبر في مكه، الاب ديالو الخطاب يعرف بالمتانه ديالو والصلابه ديالو لانه كان فارس من الفرسان العرب واللي شارك في العديد من الحروب. هذه نبذه قصيره. دابا غادي نمشيو لاخر سنه في حياته قبل الوفاه ديالو، لان هذه كيف قلت لكم هي قصتنا الليله. قبل ما نبداو نسمعوا حلقتنا الليله ما تنساوش انكم تدعموني بالضغط على زر الاعجاب وصافي. خليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. سيدنا عمر بن الخطاب غادي يحج سنة 23 من الهجرة في السنة الأخيرة من العمر ديالو، واللي هي كانت عنده ديك الساعة 60 سنة. وقف على عرفة وقال اللهم إنه قد كبر سني وضعف جسدي وانتشرت رعيتي وأخاف من التقصير، وقبضني غير مفرط في حق المسلمين يا الله. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر كان عايش الأمة ديالو حياته كلها تذكر غير الإسلام والأمة وما خلى حتى شي حد. أبسط مثال باش نقربكم شوية من الصورة، كان تيمشي لعند عائلات المجاهدين ويقول لهم اللي بغات تكتب شي رسالة لراجلها تمليها عليا، إنما أنا أبو العيال، أنا بحال خوكم، قولوا لي شنو بغيتوا، حتى ولو كان كلام فيه شوية ديال الخصوصية بينك وبين راجلك قولي لي ولكن بأدب. اللي ما عرفاش تكتبوا أنا غادي نوصلوا ليه. قال يا أيها النساء اللي بغات منكم تبيع ولا تشري تقولها لي، فإني أخشى عليكم أن تغشوا في البيع والشراء. هذا الخطاب تاع سيدنا عمر كان موجه للزوجات ديال المجاهدين. سيدنا عمر تيدور في السوق وكيشري للعيالات اللي جالسين في ديورهم، وهذا كان أبسط مثال ديال أنه كيفاش كان تفكر في الأمة ديالو وفي الدين ديالو. رجع سيدنا عمر من الحج نهار 13 ذي الحجة وتوفي في 23 ذي الحجة، يعني من بعد 10 أيام من الحج ديالو. ربي غادي يستجب ليه الدعوة اللي دعا. لما رجع رضي الله عنه غادي ينعس وغادي يشوف في المنام فروج حمر اللي كينقرو نقرتين. فاق عمر وجمع الناس وقال أيها الناس راني شفت في المنام ديك أحمر ينقرني نقرتين، وما أولت ذلك إلا وفاتي. نضت وحدة من الصحابيات وهي تقول تعال يا عمر باش تدوي معاه بينها وبينه، وقالت له والله لن يقتلك إلا أعجمي. قال لها الحمد لله. سيدنا عمر عرف بلي أنه قريب من الوفاة وبدا كيدعي طيلة هذيك 10 أيام اللي بقات ليه، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك يا رب العالمين. قالت لي حفصة يا أبتي كيفاش كتطلب من الله أنك تموت شهيد في بلد رسول الله؟ فبلد الحبيب هي بلد اللي كلها حماية وما غاديش تكون فيها الحرب. قال لها إذا أراد الله أمرا أمضاه، وأنا متأكد أنه مولانا غادي يستجب لي الدعوة ديالي. بقى سيدنا عمر للأيام، واحد النهار جلس يشكي اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الكافر والمنافق. ويقول الناس اللي عنده شي عبد ولا خادم جابوا من السبي وهو غير عربي من الفرس زعما غير مسلم يخرجوا من البلد ديالنا. الصحابة غادي يخرجوا كاع اللي عندهم إلا الصحابي المغيرة بن شعبة اللي عنده واحد العبد من الفرس اللي كان حداد. لهذا المغيرة الصحابي كانت كتعجبو الخدمة ديالو وكان كيدخل خليه الفلوس، واللي سميتو فيروز. هاد المغيرة غادي يمشي لعند عمر رضي الله عنه وغادي يقول ليه يا عمر راني تنطلبك تخلي لي هاد الغلام، فهو رجل ليس منه شر وكيدير الخدمة مزيانة. سيدنا عمر استحى وقال لي صافي خليه. عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو العباس ارفض باش انه يخرج هاد العبد اللي عنده واخا يكون من الكفار، قال بلي انهم راه تيخدمونا، ولكن سيدنا عمر كان باغي يخرجهم لانهم اهل خيانة. واحد النهار سيدنا عمر رضي الله عنه كان تيمشي مع مجموعة من الصحابة وجهد في فيروز تيجري يا عمر يا عمر إني أشكو إليك. قال لي شكون انت؟ قال لي انا فيروز الصبي اللي تيخدم عند المغيره بن شعبه.
سيدنا عمر رضي الله عنه اول مره كيشوفو قال ليه شنو بغيتي؟ قال ليه اودي راه المغيره تيخدمني وطلب مني باش انني نعطي كل مره في الشهر 100 درهم وهادشي راه كثير عليا. قال ليهم عيطوا لي على المغيره. جا المغيره عند سيدنا عمر رضي الله عنه ويقول ليه راه الراجل تيخدم وكيدخل فلوس كثيره وهو اصلا عبد عندي وانا كنعطيه وقت باش انه يخدم عند الناس. سيدنا عمر قال للمغيره ارفق به وما تاخذش شي حاجه كثيره، وانت يا فيروز اطع السيد ديالك وما تعصيش. تقلق فيروز وقال لم يعدل معي عمر. سيدنا عمر جلس يشوف هاد فيروز ومن بعد مشى. واحد النهار سيدنا عمر وهو كان غادي يشوف بلي هاد فيروز صنع الراحه اللي كيدخل فيها الهواء من واحد الجهه وكتبدا كدور راسها، فسمع سيدنا عمر بلي انه هاد فيروز صنع راحه ومشى عنده قال ليه سمعت بلي انك كتصنع راحا غريبا اتصنع لي؟ قال ليه فيروز ساصنع لك راحا تسمع به الدنيا كلها. ويشوف سيدنا عمر ومشى. قال لي عمر امشي ايها الخبيث. استغربوا الصحابه وهو يقول لهم سيدنا عمر والله اني رايت في عينيه انه يتوعدني بالقتل. قالوا لي كيفاش يا عمر؟ قال لهم هذا الكلام اللي تيقول على الراحه راه انا اللي كيقصدني به. قالوا لي نقتلوا يا امير المؤمنين. قال لهم لا، لا يقتل امير المؤمنين بالظن. الله الله، ايقال ايقتل بظن؟ ان امر الله قدرا مقدورا. تيقولوا لسيدنا عمر رضي الله عنه اللي هو عبد الله كنت نمشي واحد المره وسط المدينه وشفت اربعه، شفت ابو لؤلؤه اللي هو فيروز ومعاه واحد مجوسي وزوج ديال اليهود اللي كانوا واقفين. لما شافني خاف وتهزات العبايه ديالو وسقط ما بينها واحد الخنجر اللي عنده راسين. تيقول هذا عبد الله بلي انني ما فهمتش ونسيت باش انني نخبر ابي اللي هو عمر بن الخطاب. المهم من بعد نادى امير المؤمنين رضي الله عنه اللي هو سيدنا عمر وقال ايها الناس ابعثوا لي رجلا، أريد رجلا ذو صفتين، إذا كان بين الناس وهو ليس أمير ظنوه أنه أميرهم، وإذا كان أميرهم ظنوه ليس أمير من رحمته وحلمه. قلبوا ولقوا حذيفة بن اليمان. قال يا حذيفة حدثتني عن الفتن، بغيت نسولك واحد السؤال اللي هو مهم. قال له حذيفة شنو هو؟ حيث كنا عارفين بلي أنه الصحابي حذيفة رضي الله عنه هو أمين سر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ليه حدثني عن المنافقين أو ذكرني رسول الله منهم. هذا سيدنا عمر تيسول حذيفة واش هو زعما مسجل عنده بلي أنهم المنافقين. سيدنا حذيفة سكت شوية ويقول لا يا أمير المؤمنين والله لا، ولن أحدث بها غيرك، أنت ماشي منهم. تيقول سيدنا عمر رضي الله عنه كنت باغي نعرف المنافقين اللي مسجلين عند حذيفة ولكن ما قدرتش. سيدنا عمر رضي الله عنه فوقاش يعرف المنافقين، فاش كتكون شي جنازة كيبدا كيحضي حذيفة، إذا خرج يصلي حتى هو كيصلي، كيعرف بلي أنه هذاك اللي توفى هو المؤمن، وإذا ما صلاش حذيفة كيعرف بلي أنه اللي مات من المنافقين، وهذا كان ذكاء من سيدنا عمر رضي الله عنه. وهنا قربت النهاية ديال سيدنا عمر، اللي واحد النهار غادي يفيق باش يصلي صلاة الفجر، كبر باش يصلي بالناس، وهو يقول الله أكبر، كان من مورا العباس، ومن مورا العباس كان واحد من الصحابة اللي يقال له عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه بدا تيقرا سورة يوسف، وبدا تيبكي. اصلا هو وقت ما كان تيقرا هاد الصوره كان تيبكي. لما ركع وسجد السجده الاولى وبغى ينوض، هذاك ابو لؤلؤه اولا فيروز غادي يتقدم لجهته اللي كان اصلا تيخطط هادي شهر باش انه يقتل سيدنا عمر، واللي كان حط السم في الخنجر اللي فيه زوج ديال الريوس، واللي كان شافو عبد الله ديك الساعه في السوق ونسمع لمباه اللي هو عمر. هاد فيروز اللي كان وقت ما كيقلب على عمر باش يكون بوحدو ويقتلو ما كانش كيلقاه بوحدو، وهذا دليل على انه سيدنا عمر كان دائما خدام على الامه ديالو. المهم فهاد الفجر كيتقدم ما بين الصفوف وغادي يطعن سيدنا عمر، تخيلوا 9 ديال الطعنات. كيقول عبد الله حسبت الطعنات في الظهر نتاع ابي ولقيت 4 في ظهره و3 في كرشو وزوج في الجنب ديالو. الناس ما عقوش، العباس بوحدو حس بشي حاجه ماشي حتى لهي حيت كان موراه. علاش حتى شي حد ما عاق؟ حيتاش ديك الوقيته كان وقت الفجر وكان الضوء جد خافت. من بعد هاد فيروز بدا تيمشي ما بين الصفوف وكيطعن في الصحابه اللي وصل العدد ديالهم 13 صحابي واللي مات منهم 9. كان عمل ارهابي. الناس اللي في اللور مازال ما عارفين شنو واقع، ولكن سمعوا باللي الصوت تقطع يسحب ليهم بلي انه عمر سهى في الصلاه، فبقوا عليه هذاك سبحان الله سبحان الله. وهو ينطق سيدنا عمر طعنني الكافر، طعنني الكلب، طعنني العلج. نادوا الصحابه تيجريو تيقلبوا عليه. كيقول عبد الرحمن بن عوف داز من جنبي وقجيته ان صح التعبير حتى طاح على الارض، فاش عرف راسو تشد من قبل الصحابه غادي يطعن راسو 3 ديال الطعنات. اما سيدنا عمر رضي الله عنه اللي تطعن غادي يقول لولده عبد الله
اسندني فإن الدم ينزل. خاف الإخوة من الدم ويموت ديك الساعة في بلاصته، فأسند رضي الله عنه ولما جلس قال: صلي بالناس يا عبد الرحمن. غادي تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس الركعة الثانية، قيل لأنه قرأ فيها فقط إن أعطيناك الكوثر، زعما خفف الصلاة. من بعد سلم وحمل رضي الله عنه وهو سخفان غايب ما كاينش. فاش دخل عليه العباس سولهم كيفاش داير عمر، قالوا ليه مخشى عليه. قال لهم انا عارف كيفاش غنفيقوا. قالوا ليه كيفاش غادي تفيقوا هو سخفان ومخشى عليه؟ قال لهم قولوا ليه وجبت الصلاه، دخل وقت الصلاه. تخيلوا غادي ينوض سيدنا عمر، بالله عليكم غير قولوا لي اين نحن بين هؤلاء، اشهد على روحي بعد انا، اين انا وسط هذا المقام؟ الصلاه كانت هاجز هؤلاء الكبار. بداو يقولوا لي الصلاه يا عمر، الصلاه يا امير المؤمنين. فاق قال لهم اصلى الناس؟ قالوا ليه نعم صلى الناس. ومره اخرى اغمي عليه. قال لهم شكون قتلني؟ ما سولش هذا السؤال حيتاش غيموت، ولكن خاف ليكون هذاك اللي طعنوا من المسلمين. قالوا ليه طعنك العلج ابو لؤلؤه فيروز، هذا العبد اللي عند المغيره. قال الحمد لله الذي جعل وفاتي على يد كافر لم يسجد لله سجدة. غادي يجلسوا ابن الخطاب رضي الله عنه ودخلوا عليه الطبيب وهو يقول سيدنا عمر بغيت شي حاجه نشربها، جابوا ليه اللبن. تيقول ابن العباس رضي الله عنه والله ان عمر يشرب اللبن وهو يخرج من جنبيه من شده الطعنات. لما شاف الطبيب هادشي قال ليه يا عمر انك ميت فاوصي. قال ليه سيدنا عمر جزاك الله خيرا حيث صدقتني. ويدخل عليه شاب من شباب المسلمين وقال له يا أمير المؤمنين نشهد أنك بلغت دين رسولك وأنك قمت على أمتك خير قيام، ونشهد لك بأنك حكمت فعدلت وأنك نلت الشهادة. توب نتاع داك الشاب غادي يقيس الأرض ويقول لسيدنا عمر أجي. التفت الشاب وقال له يا شاب ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأنقى لقلبك وأرضى لقلبك. من بعدها بدأوا الناس تدخلوا تزوروه. جلس 3 أيام وهو كينزف، ويدخل عليه عثمان بن عفان وطاح حيتاش ما استحملش هذا المشهد. عبد الله غادي يرفع الراس نتاع الاب ديالي اللي هو سيدنا عمر، قال لي سيدنا عمر يا عبد الله دعني، وهو يحط راسه في التراب، دعني امرغ وجهي ولحيتي في التراب، ويل لعمر وويل لام عمر ان لم يرحمهم الله، دعني لعل الله يراني في هذه الساعه فيرحمني. وبدا تيمرغ الوجه ديالو في التراب. كيقول عثمان والله كنت من اخر من وقف عند عمر قبل موته واني رايته يمرغ وجهه في التراب. قلت يا امير المؤمنين ارفع وجهك. قال لي دعني يا عثمان لعل الله يرى عمر ووجه عمر في هذا التراب ويرحم عمر في هذه الساعه. غادي يجلس والصحابة كانوا دايرين به. قال يا عبد الله، قال لي نعم يا أبي. قال ليه اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فأقرئها مني السلام، ولكن بشرط ما تقولش لها كيسلم عليك أمير المؤمنين، فما أنا للمؤمنين أمير. قل لها يسلم عليك عمر حتى لا تستحي مني، وإن عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه في حجرتك، والله ما تمنى عمر منذ أن مات رسول الله وصاحبه أبي بكر إلا أن يدفن معهما في هذا المكان، فهي إن أذنت لي فذاك فضل وإن لم تأذن لي فذلك عدل. تيقول عبد الله بن عمر مشيت عند عائشة كندق عليها الباب فإذا بها هي تبكي رضي الله عنها. تيقولوا الصحابة والله ما رأينا عائشة تبكي على عمر أكثر مما كانت تبكي على أبي بكر. ولما سئلت علاش بكيتي على عمر أكثر من أبو بكر، قالت حيتاش موت عمر باب يكسر على الفتنة على أمة محمد. رحم الله عمر فقد كان بابا وسدا ذريعا لهذه الأمة من كل الفتن. قال لها عبد الله يا أم المؤمنين يا عائشة إن أبي يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه إن أذنت له. قالت والله ما تمنيت هذا المكان إلا لي، ولكني حينما سمعت بطعن عمر أردت أن أهبه له. قل لعمر وافقت عائشة لعل الله أن يجمعك مع صاحبك. غادي يدخل سيدنا عبد الله على عمر وقال لي أبشر يا أبي إن عائشة تنازلت ووافقت على ذلك المكان أن يكون لك. قال لي يا عبد الله
إذا مات أبوك فضعه على السرير، ولا تدفن عمر حتى تذهب لعائشة مرة أخرى وتستأذن منها، يمكن استحيات مني وأنا حي، داكشي باش عطتني الإذن، وقل لها إن عمر يستأذنك مرة أخرى أن يدفن في هذا المكان. كيقول عبد الله: لما مات أبي ذهبت إلى عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين، إن عمر يستأذنك أن يدفن. قالت لي: لقد قلت لك قد أذنت له. كتقول عائشة رضي الله عنها: فلما دفن عمر في ذلك المكان كنت أخلع ثوبي في حجرتي حتى مات رسول الله، فلما دفن الحبيب قلت: إنما هو زوجي. فلما دفن أبو بكر كنت أخلع ملابسي وألبس، كنت أقول أنه أبي وزوجي، فلما دفن عمر والله ما خلعت ملابسي ولا لبست في تلك الحجرة، وقلت رجل غريب بيننا. الله الله، العفيفة الطاهرة لك تستحي من الميت، فكيف بنا نحن؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن بدل وغير في هذه الأمة. فرضي الله عن سيدنا عمر ورضي الله عن عائشة. حمل عمر وغسل ودفن في ذاك المكان، والقبر ديالو اليوم هو بجانب قبر أبي بكر. مولانا نجمعهم مع رسول الهدى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي حرمنا من زيارة ذاك المقام للصلاة والسلام على الحبيب. حلقة اليوم صراحة كتذكرني لما كنت تكلمت لكم على وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان جاتني هستيريا ديال البكاء. فحب آل بيت رسول الله وحب رسول الله شي حاجة عظيمة، واللي تيدفعني للبكاء هو صراحة لما كان سمع في حال هاد في هاد التفاصيل نتاع هاد القصص نتاع الصحابة، تنقول أين نحن من بينهم. ما تنديروا حتى شي نقطة من المجهودات اللي تيديروا، دفعوا على الإسلام، تقاتلوا على الإسلام، داروا بزاف ديال الحوايج باش أننا اليوم نقولوا فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، باش أننا نتعاملوا مزيان مع الناس، باش أنهم يشوفوا فينا داكشي اللي تقاتلوا على ودو من محبة وخير ونشر سلام إلى ما آخره. كلام كثير، قصة صراحة عجبتني بزاف، أول مرة كنعرفها شاركتها معكم. جبتها من عند واحد الشيخ اللي أثناء الكتابة ما بكيتش قد ما دابا بكيت وأنا كنصورة، أعتذر ولكن ما يمكنش لي نمثل وما يمكنش لي نحبس الأحاسيس ديالي، هذه حقيقة كنعيشها معكم، كنشاركها كيف ما هي ولا أمثل فيها. طولت عليكم، كنتمنى انكم تدعموا هذه القناه باش يوصل المحتوى ديالها لاكبر فئه ان شاء الله ويستفيد منها الجميع. شكرا على كلامكم طيب، على حبكم، على وجودكم. قل خيرا او اصمت. سلام سلام.